هنتكلم النهارده عن شابتر 4 اللي هو الاميونيتي. الاميونيتي دي يعني مناعه، مناعه البني ادم. اوكي، المناعه دي كلمه كبيره وفي تحتها ايه عناوين ايه صغيره، تمام. انا لما احكم على بني ادم زي ما اقول ان هو مناعته قويه او مناعته ضعيفه، بيبقى في كذا حاجه ايه باخدها في اعتبار، تمام. في حاجه اولا اسمها ومناعه البني ادم دي هي اللي بتساعده ان هو يهاجم الانفكشن، او ان هو ايه يفايت الانفكشن، او ان هو يقاوم اي انفكشن او يتغلب على اي انفكشن ايه يحصل له. فالمناعه مهمه عشان البني ادم ممكن يعتمد عليها لوحده من غير ادويه بان هو ايه يقضي على الانفكشن، بالذات الحاجات الفايرال. يعني اي حد ممكن يجيله دور برد يقعد يومين ثلاثه من غير ما ياخد اي ادويه من بره ويخف بسبب المناعه بتاعته. مناعته هي ايه اللي بتحارب الايه الميكروب، ماشي. فانا عندي نوعين من المناعه، يا اما الانيت اميونيتي، الانيت او الناتشرال، دي المناعه ايه جايه من عند ربنا كده، او جايه مناعه طبيعيه او مناعه الفطريه، ناتشرال او انيت اميونيتي، اسمها ناتشرال اميونيتي او انيت اميونيتي، تمام. دي مناعه فطريه او مناعه ايه موجوده ايه من غير حاجه، يعني من غير ما يبقى في حاجه مسببه انها تبقى موجوده، يعني مناعه طبيعيه موجوده من غير ايه، من غير سبب، تمام. التانية بقى اللي هي اسمها acquired immunity او specific immunity، دي مناعة بتحصل بسبب ايه حاجة معينة خلتها ايه تكون موجودة، تمام. طيب هنتكلم الاول، هتفهموا اكتر ايه لما نتكلم في الموضوع اكتر، ماشي. الناتشر بقى او innate immunity اللي هي المناعة الطبيعية اللي موجودة اصلا من غير ما يكون في حاجة تزود وجودها او تحفز وجودها، ماشي. ده بيقول لك ايه it is present since birth and is genetically controlled. يبقى المناعه الناتشرال دي موجوده من اسمها ناتشرال، فهي موجوده من ساعه ما البني ادم ما يتولد، وموجوده ايه genetically controlled، ماشي. يعني هي ايه موجوده في جيناتنا، في الجينات بتاعتنا، في الدي ان ايه بتاعنا، وموجوده من ساعه ما نتولد، ماشي. طيب it does not depend on previous exposure to any particular pathogen. مش معتمده ان البني ادم ده حصل له ايه، اتعرض لاي ايه ميكروب او حاجه. احنا قلنا باثوجين يعني ميكروب، يعني قصدهم بكتيريا او فنجس او فيروس، تمام، اللي هي اول محطه، ماشي. طيب انا عندي ناتشرال اميونتي دي موجوده كده كده من ساعه ما اتولدت، مالهاش علاقه ايه بان انا ايه اتعرضت لايه الانفكشن. طيب هي تعتبر نون سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني عامه، يعني المناعه دي مناعه عامه لاي حاجه، لاي ميكروب ممكن يجي لي، لاي حاجه موجوده. حاجه اسمها نون سبيسيفيك يعني مش مخصصه لحاجه معينه، سبيسيفيك يعني حاجه مخصصه، تمام. لكن دي مش سبيسيفيك، فهي مش مخصصه لميكروب معين. يعني المناعه دي مش طالعه عشان تحمي البني ادم من حاجه معينه، لا هي موجوده كده كده، تمام. فهي اكتف اجينست ا وايد رينج اوف باثوجنز، يبقى ايه اتس كونسيدرد نون سبيسيفيك عشان اتس اكتف اجينست ا وايد رينج اوف باثوجنز. ات دوز نوت انفولف ديفلوبمنت اوف ميموري سيلز، مفيش ميموري سيلز ايه بتطلع، تمام. انيت اميونيتي از موديفايد باي سيرتن، هنفهم يعني ايه الميموري سيلز دي في الايه في السلايدز الجايه. والاميونيت اميونيتي دي بقى ايه، كل واحد حسب هو ايه، هو وايه والمناعه بتاعته. في ناس بيبقى عندها مناعه مولودين بمناعه اقوى اكتر من مناعه بني ادمين تانيين. فاللي بيتحكم في الموضوع ده طبعا السن، الناس العواجيز، الناس الكبيره في السن دي مناعتهم ضعيفه، والناس البيبيز الصغيرين لسه مناعتهم ما ايه ما حصلهاش ايه ما تشربش، لسه ما نضجوش قوي، المناعه بتاعتهم لسه هي بتتكون واحده واحده، فهي هتكون ايه ضعيفه. يبقى انا عندي الايدج الكبير قوي والصغير قوي دي مناعتهم ضعيفه، لكن الناس اللي في النص مناعتهم كويسه. الهرمونات ممكن تاثر على المناعه وايه والنيوتريشنال ستيتس. النيوتريشنال ستيتس ده اللي هو ايه التغذيه بتاعت البني ادم. لو واحد بيتغذى كويس، بياكل بروتين و كتير وكده وفاكهه وخضار، ده هيبقى مناعته احسن من واحد ايه ما بياكلش اي غذاء كويس، تمام. النوع التاني من المناعه اسمه ادابتيف اميونيتي او اكوايرد او سبيسيفيك. دي ثلاث اسامي، ادابتيف يا اكوايرد يا سبيسيفيك، الثلاثه نفس الايه نفس الحاجه. ايه بقى ده؟ عكس الناتشرال اميونيتي اللي انا مولوده بيها. ده ما بيكونش موجود ايه، بيبقى اكتيفيتد، بيبقى لازم يكون في حاجه تعمله اكتيفيشن، تعمله ايه تشغله، لازم يكون حاجه موجوده عشان تشغله. لكن الانيت اميونيتي ده موجود اصلا من ساعه الولاده ومش محتاج حاجه معينه تشغله، يعني هو كده كده موجود شغال، تمام. لكن ده لازم يكون اكتيفيتد افتر بيرث، يبقى بتحصل ديورنج اللايف، يعني طول ما الانسان عايش، كل ما الايه ديورنج الاكوايرد اكتيفيشن اكورز ديورنج لايف، تمام. يبقى اذا اكتيفيتد افتر بيرث اكوايرد اكتيفيشن اكورز ديورنج لايف، يعني ايه؟ يعني هو الاكتيفيشن دي عشان تحصل بيبقى اكوايرد، بيكتسبها البني ادم، اسمها مناعه. انا مناعه البني ادم اكتسبها، مش مولود بيها، هو اكتسبها ايه في وهو في الدنيا، يعني لما عاش في الدنيا اكتسب المناعه دي، تمام. تعتمد على ايه بقى؟ دي بتعتمد ان لازم يكون البني ادم ده اتعرض لايه
لميكروب معين، يبقى لازم يكون فيه previous exposure في particular pathogen. الناتشرال ما كانش فيه ايه previous exposure، هي كده كده موجودة، لكن لا دي لازم يكون فيه ميكروب معين موجود فيخليها ايه تطلع. طبعا هي specific، يعني ايه specific؟ يعني active against inducing pathogen، يبقى انا عندي المناعة دي مناعة مخصصة لحاجة معينة، يبقى هي specific فبتشتغل على ايه، على ميكروب معين. تمام. it involves development of memory cells، اللي هنا بقى بيحصل بيطلع memory cells which can respond to second exposure to the same antigen. يبقى هنا عندي هنا memory cells، memory cells دي لما تطلع ايه، يعني ايه memory cells؟ يعني خلايا ذاكرة، memory يعني ذاكرة، ماشي. فانا المناعة دي لما تطلع بتعملي حاجة specific immunity، لما تطلع هي بتبقى ايه specific، يعني مخصصة لايه ميكروب معين، فتطلع معايا حاجة اسمها memory cells، ايه تحفظ كأنها بتعمل ايه، تحفظ تعمل سيف، يعني بتحفظ ايه الميكروب ده، ولما يجي مرة تانية هنموته على طول، مش لسه هنستنى لما ايه لما نعمل له انتي بوديز اكتيفيتد، لا هو خلاص هيبقى ايه ايفولفز ده بتو ميموري سيلز ويتش كان ريسبوند تو سكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجن. هيقدروا ايه الانتيجن، لو نفس الانتيجن، الانتيجن ده يعني الميكروب برضه، يعني الانتيجن اللي على الميكروب، تمام. لو هو دخل تاني لنفس البني ادم ده، الميموري سيلز دي هتساعد الايه جهاز المناعه ان هو يقضي عليها بسرعه، تمام. طيب الادابتيف ايمونتي بقى دي هنقسمها لحاجتين، حاجه اسمها هيومورين انتي بودي ميديتد، وحاجه اسمها سيلمن ايمونتي. انا المحاضره دي صعبه، تعتبر صعبه صراحه، فانا مش عايزاكم ايه تخشوا في تفاصيل قوي، بس اعرفوا الحاجات اللي ايه الفروقات المهمه بين الادابتيف والانيت، ماشي. لو حد عنده اي اسئله معاكم انا هرد على اسئلتكم يعني، ماشي. بس مش عايزه تفاصيل كتير يعني، اعرفوا بس الحاجات الايه اللي انا هقول لكم عليها. هنرجع بقى هنا نقسم الانيت اميونيتي اللي هي المناعه الطبيعيه او الناتشرال اللي موجوده كده كده من غير ما يكون في ايه حاجه معينه، يكون غير ما يكون في باثوجين معين ايه يطلعها. طيب ليها ميكانيزمات معينه، يعني انا اول حاجه عندي الانتاكت سكين، ايه الميكانيزمات في الانيت اميونيتي؟ ازاي بيحصل الانيت اميونيتي؟ لازم يكون عندي السكين ده اللي هو الجلدي ده، ده حاجه فظيعه قوي رهيبه يعني، ربنا خلقها لنا الانتاكت سكين ده. فانا عندي جلدي ده اساسا انتاكت، ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي فتحات ولا اي حاجه، فبيديني افكتيف بارير. يبقى انا عندي ده انتاكت سكين بروفايدز ا فيري افكتيف بارير اند سبيشس سيكريشن كونتيننج ايه بكتيريسايد الفاتي اسيدز، تمام. يبقى السكين بتاعي ده يعتبر ايه من الحاجات الناتشرال وموجوده كده كده، ماشي. ده يعتبر ايه حاجز بارير، يعني حاجز بيمنع ايه اي حاجه، اي ميكروب اي جاي حاجه من بره، من بره الجسم تخش الجسم، تمام. وفي سبيشس سيكريشنز دي زي افرازات كده بتبقى موجوده على الجلد، فيها حاجه بكتيريسايدال ايه كونتيننج بكتيريسايدال فاتي اسيد، بكتيريسايدال يعني عندها قدره انها تقتل الايه البكتيريا، تمام. الحاجه الثانيه الستيكي ميوكس ميمبرين، الميوكس سيكريشنز، الميوكس سيكريشنز زي مثلا في المناخير وفي الودن، دي ميوكس تعتبر ميوكوزا، فهي تبقى ستيكي كفرنج الميوكس ميمبرين اوف ذا ريسبيراتوري تراكت عشان تعمل ايه ترابينج ميكانيزم اند سويبس ذا سيكريشن وذ انهيلد مايكرو اورجانيزمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا مناخيري دي الميوكس ميمبرين اللي جوه مناخيري ده اسمه ميوكس ميمبرين، ماشي. الميوكس ميمبرين ده بيطلع ايه سكريشنز، الميوكس ميوكس ستيكي سكريشن. ليه ايه اهميه انها تبقى ستيكي وميوكس؟ عشان لو في اي اي ديرت او اي دست او اي تراب او اي بقى ميكروب جاي من بره وداخل على مناخيري وانا بتنفس اي حاجه بتنفسها مش كويسه في الهواء، يعني مثلا تراب او اي حاجه في الهواء، انا مش هبقى عارفه يعني ايه اللي موجود في الهواء، فلو في تراب او اي حاجه مش كويسه هتعلق، هتحصل لها ترابنج ايه، هتعلق في مناخيري في الشعر، في الشعر وفي الميوكوس سيكريشن الستيكي ده عشان هو ملزق، فهيمسك في اي حاجه ايه مش نظيفه وهيطلعها بره، تمام. فمش هتخش جوه جسمي، هو كده كانه بيطرد ايه، كانه زي النظام المكنسه كده، كانها مكنسه يمسك الحاجات اللي ايه اللي مش نظيفه ويطلعها ايه تطردها بره الجسم، خلاص. يبقى دي الستيكي ميوكوس سيكريشن، ماشي. يبقى قلنا انتاكت سكين وقلنا الستيكي ميوكوس سيكريشن. تالت حاجه حاجه اسمها كومنسل بكتيريا، كومنسل بكتيريا دي كومنسل يعني ناتشرال، او الكومنسل دي البكتيريا ربنا فيه بكتيريات، احنا كنا قايلين قبل كده تقريبا ان البكتيريات مش كل البكتيريا بتعمل ايه بتعمل الامراض، في بكتيريا بتبقى مفيده اصلا للجسم زي الكومنسل بكتيريا دي. كومنسل يعني يعني نورمال فلورا او نورمال فلورا او نورمال فلورا يعني بكتيريا مفيده ربنا خلقها لي بتبقى مفيد، زي مثلا يقول لك ايه كل زبادي كتير، لو انت عندك نقص في البكتيريا الكويسه دي بتساعد في الهضم وبتساعد في مبيبقاش عندك امساك وكده، فالناس اللي عندها نقص في البكتيريا دي وربنا خلقهم كده او عندهم مشاكل في الايه في البكتيريا الكويسه دي قليله، فبياكلوا زبادي عشان يعوضوا ايه البكتيريا دي، عشان الزبادي يبقى مليان ايه من البكتيريا المفيده دي اللي بتساعد في الايه في الهضم وتقلل الامساك وكده. دي ايه كانت نوع من انواع البكتيريا المفيده. النوع التاني برضه في انواع تانية، في انواع كتيره جدا طبعا،
في نوع تاني اللي هو الستريبتوكوكاي، بيبقى موجود في السلايفا، في السلايفا اللي في بقنا، اللي هو اللعاب يعني، او السلايفا. السلايفا اللي الستريبتوكوكاي دي بتطلع حاجة اسمها H2O2 which kills diphtheria bacilli، بتقوم موتة ايه diphtheria bacilli. فهي البكتيريا الكومانسل دي بتبقى ايه، من الاخر كده كومانسل بكتيريا يعني بكتيريا مفيدة للجسم، تمام؟ بكتيريا ايه مفيدة للجسم، وفي هم ليهم انواع، وكل نوع من البكتيريا موجود في اماكن مختلفه في الجسم، يعني في اللي في المعده، وفي ال او في الانتستنز، وفي في الانتستنز المعده يعني، والامعاء دول ايه بيساعدوا على الهضم والايه والامتصاص الاكل كويس وكده. في بقى اللي في البق دي بتعمل ايه، بتقتل الديفتيريا بس المرض، تمام؟ كل ده احنا بنتكلم في الايه، في الانيت اميونيتي، الحاجات اللي ايه الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها، اللي موجوده اساسا كده 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 موجوده، وبتساعدنا ان احنا ايه ما يجيلناش انفكشن، بتساعدنا ان احنا نفضل ايه سلام وبصحتنا كويسه، تمام؟ في بقى في الفاجينا، ادلت فاجينا، في اسيد بي اتش مينتيند باي دايركت باسيلاي. اي فيميل هيلثي، عند اي ست فيميل هيلثي هيكون عندها الفاجينا بتاعتها هيكون فيها اسيدك بي اتش. ليه بقى؟ عشان في بكتيريا عايشه في الفاجينا اسمها لاكتوباسيلاي. البكتيريا اللاكتوباسيلاي دي بكتيريا مفيده برضو، زي ما قلنا نوع من انواع الكومنس البكتيريا، بتعمل ايه، بتطلع اسيدك بي اتش. فده بيعمل ايه بقى، الاسيدك بي اتش دي بقى بتموت الحاجات اللي ايه اللي جايه بره، من بره الجسم وعايزه ايه انفكت ايه الفيميل كمان. يبقى انفكتنج ده انهبيتنج ذا كولونايزيشن اوف ذا ييست والانيروبس والجرام نيجاتيف بكتيريا، تمام؟ هتعمل لهم انهبيشن، يعني لو في جرام نيجاتيف بكتيريا او انيروبيك بكتيريا او ييست داخل على الفاجينا وعايزه تعمل انفكشن، لا، لاكتوباسيلاي تقف تصدهم وتعمل ايه، تطلع الاسيدك بي اتش ده. فالاسيدك بي اتش ده هيموت البكتيريا، تمام؟ البكتيريا اللي مش كويسه يعني، ماشي. بعد كده كمان البكتيريا برضو بتكمبيت وذ ذا باثوجنز فور نيوترينتس، ممكن تكمبيت وذ ذا باثوجنز فور نيوترينتس. يعني ايه، انا بكتيريا عايشه هنا اصلا، كمان البكتيريا دي اصلا كده كده موجوده في مكان، احنا قلنا كمان البكتيريا دي يعني نورمال فلورا وليها فانكشنز كويسه، فهي بتبقى موجوده في اماكن معينه في الجسم، فهي هتكون موجوده وبتعمل ايه مستعمر ليها في الاماكن دي، وهتعمل ايه، هتبقى طبعا لازم عشان تفضل عايشه وما تموتش لازم تتغذى على ايه نيوترينت معينه، فهي هتقلل النيوترينت، فيبقى الباثوجنز اللي هم الميكروبز بتوعنا مش هيلاقوا اكل ياكلوه، لان الكومنس البكتيريا بتاكل الاكل كله، تمام؟ فهيموتوا، ماشي. الحاجه اللي بعدها بكتيريا سيتال سبستنس بريزنت نورمالي ان بودي فلويدز. في حاجات كده موجوده في البودي فلويدز ربنا برضو خلقنا بيها اسمها لايزوزايمز. اللايزوزايمز دي عندها بكتيريسايدال افكت. يعني ايه بكتيريسايدال افكت؟ يعني حاجات بتقتل البكتيريا، تمام؟ عندها القدرة انها تقتل البكتيريا، اللايزوزايم ده. اللي بعد كده بقى حاجة اسمها فاكوسايتوزز. بيقول لك ان الفاكوسيتيك سيلز اللي موجودة في البلد وفي الليمفويد تيشو وفي السبلين، دول وفي الليفر وفي البون مارو وفي اللونج، دولت ايه بيبقوا ايه، في فاكوسيتيك سيلز كده موجودة في اماكن في الجسم بتعمل فاجوسايتوز. فاجوسايتوز يعني ايه؟ يعني تروح ال تروح السيل دي الوايت بلاد سيل او الميون سيل بتاعتنا، تروح تمسك الميكروب كده او المايكرو اورجانيزم تعمله انجلف. انجلف يعني تاكله، تمام؟ and remove them from the lymph and blood stream، تمام؟ وفي بقى الانفلاماتوري ريسبونس which limits the spread of the، طبعا الانفلاميشن، اي انفلاميشن هيليمت السبريد بتاع الاورجانيزمز. وفي فيري باد هاي فيفر برضه inhibits replication of the infective agent، تمام؟ لما يكون معايا اي حد بيبقى تعبان بيسخن، فالسخونيه دي اصلا بتمنع ايه ان البكتيريا تقدر ايه تكبر براحتها يعني، تمام؟ حاولت اجيب لكم صوره كده عن الفاجوسايتوز ده بيحصل ازاي. هي دي الخلايا الكبيره دي، هي الفاجوسايت او الماكروفيج او فاجوسايت، يعني بتعمل فاجوسايتوز اللي هي بتروح تاكل البكتيريا تاخدها وتكسرها جواها وتطلعها. اهي شايفين الخطوات، اول واحده من رقم 1 لحد 5، بكتيريا بتخش بيكمس تاتش في الممبرين، فاجينيشن كولد سودوكوديا، بعد كده بتبقى انجستد فورمينج فاجوزوم، بالظبط بتتاكل كده كانها حاجه بتتاكل، بعد كده بتكسرها. اخر حاجه بتتكسر، مش عارفكم الخطوات ولا حاجه، بس انا جبت لكم الصوره عشان تتخيلوا بس فاكهه دي بتكسر ازاي. ده الجسم ايه، دي نوع من انواع الانيت اميونيتي الجسم بيعملها عشان خاطر ايه يقضي على البكتيريا او ياكلها ويكسرها، تمام؟ بعد كده بقى هنتكلم على الادابتيف اميونيتي. الادابتيف اميونيتي دي اللي هي الاكوايرد اميونيتي، اللي هي المناعه اللي البني ادم بيكتسبها طول ما هو عايش، مش مولود بيها. هو مولود بيها هي الانيت او الناتشر، لكن الاكوايرد دي اللي بيكتسبها بعد ايه، بعد ما يكبر بقى في حياته، او وهو ايه طول ما هو موجود في الدنيا، كل ما بيقابل ميكروبات في الدنيا دي فالمناعه بتاعته بتتعلم او بتكبر او بتنضج يعني، فبتعمل حاجه اسمها الاكوايرد اميونيتي، تمام؟ الاكوايرد اميونيتي ده في منه نوعين، في اكوايرد اكتيف اميونيتي وفي باسيف.
active immunity. في الاكتيف immunity بيبقى فيه الهوست سيلز اللي هو البني ادم يعني هي learn to respond to foreign A material، هيتعلم ان هو يرسبوند للفورين ماتيريال ماشي، and the host actively produces the antibodies. هيجي بقى البني ادم ايه لما يلاقي فورين ماتيريال او اي ميكروب جاي من بره هيصنع له ايه، هيصنع له انتي بوديز. تمام، انواعها بقى هيبقى عندك الاكتيف ناتشرال اميونيتي ماشي، في انواع من الاكتيف اميونيتي. في اكتيف ناتشرال اللي هي state of resistance built up in the individual following exposure contact with the foreign antigens, microorganisms or their products. طيب اوكي، دي بقى ايه اللي هو البني ادم اللي بيجيله مناعة لما ايه يحصل له contact مع اي foreign antigens زي microorganism او ايه اي product من microorganism. تمام، يعني دي لما عيان يجيله infection يعني مثلا ويقوم عامل antibodies. تمام، بس هي دي الاكتيف ناتشر. الاكتيف ارتفيشال بقى دي هتبقى ايه، اكتيف ناتشرال كانت ان العيان هو اللي بيعمل الانتي بودز بتاعته، فكانت ناتشرال اللي هي ايه يعني العيان يجي له انفكشن فيقوم ايه يطلع انتي بودز عشان ايه تقتل الانفكشن ده. تاني نوع اللي هو الاكتيف ارتفيشال ده بيبقى هو مش هو اللي عمل الانتي بودز، لا الانتي بودز اتحقنت له من بره، مش كان اسمها ارتفيشال يعني صناعه. تمام، انا بديله الانتي بودز من بره تو انجكشن اوف كيلد اور اتينيتد اورجانيزمز توكسويدز اور ريكومبيننت بيبتايدز ذات از اميونايزيشن باي فاكسينز. ده الاكزامبل بتاعه هو الفاكسينز. الفاكسينز دي عباره عن ايه، عباره عن انا بدي العيان من بره اللي عايزه مثلا اعمل فاكسين ضد الكورونا فيروس او فاكسين ضد اي فيروس. تمام، هعمل ايه، هدي الفيروس ده اللي انا عايز اعمله فاكسين بدوزز قليله او اضعفه شويه، يا اما اضعف الاورجانيزم او اموته او احقنه للعيان، فالعيان ايه هيعمل مناعه ضد الايه، ضد الفاكسين ده، ضد قصدي الانتج اللي انا اديتهوله ده، فكده هيعمل ايه، هيعمل مناعه يطلع انتي بودز، فدي اسمها immunization by vaccine. تمام، بعد كده بقى هيبقى acquired passive immunity. طب acquired passive immunity يعني العيان مش هيعمل هو يعني مش العيان مش هو اللي هيعمل الانتي بودز بنفسه، لا هي هتجيله جاهزه. تمام، يبقى الاكوايرد اكتف، اكتف يعني انا اللي هعمل، انا اللي اكتف وانا اللي هاي انا اللي هعمل الانتي بودز، سواء عملتها بناتشرال انفكشن ماشي، سواء عملتها بقى ناتشرال انفكشن اللي هو كان اسمه ايه اكوايرد ناتشرال، او اللي بعدها كان ايه اكوايرد ارتفيشال. ارتفيشال يعني انا اخدت فاكسين، الفاكسين ده هو اللي عررني الايه دوز قليله من الانفكشن، رحت انا كونت الانتي بودز عشان لما يجي عشان ابقى عندي مناعه من المرض ده، فلو قابلت المرض ده في الحياه وانا متطعم خلاص اخد الفاكسين بتاعي، يبقى انا كده ايه، انا كده ايه امن ومش ايه مش هيحصل لي مشاكل من المرض، لان انا اوريدي اخدت تطعيم قبل كده وكونت انتي بوديز وكونت ميموري سيلز والمناعه بتاعتي اتعرفت على الميكروب ده او الانتيجين ده وقدرت وعارفاه لما يجي بقى ايه اصطفه في الحياه هقدر ايه اقضي عليه. تمام، يبقى ده اللي اسمه الاكوايرد ايه، اكوايرد ارتفيشال. تمام، لكن الاكوايرد ناتشرال ان الواحد يجي له مرض انفكشن عادي من غير ما يكون هو مطعم، وساعتها هيعمل ايه هو الانتي بودز. تمام، طيب بعد كده بقى هنخش في الكاتيجوري. انا بس رجعت للسلايد اللي قبلها. اكوايرد باسيف بقى ده هيبقى اميونيتي از تمبرري، يبقى هي هنا الاميونيتي هتبقى ايه مؤقته. ليه؟ لان انا اللي بدي الانتي بودز من بره مش الايه مش الجسم اللي بيعملها، دايما الحاجات اللي هو الجسم بيعملها بنفسه بتبقى احسن وبتبقى اطول، بتقعد وقت اطول. لكن انا هنا بدي الاميونيتي من بره، يبقى الاميونيتي هتبقى تمبرري، هتبقى مؤقته وهتدي immediate protection، طبعا هتبقى سريعه بس في الاول عشان ايه انا بديله على طول الانتي بودز جاهزه من بره. تمام، طيب انواعها بقى ايه، الانواع بتاعتنا عندنا يا اما باسيف ناتشرال، عندنا باسيف ناتشرال اميونيتي وعندنا باسيف ارتفيشال. ماشي، الباسيف ناتشرال هيبقى ايه، انتي بودز اجينست سم كومن انفكشنز باست ترانسبلانتلي from the mother to the fetus. الاكزامبل هنا بتاعنا المشهور اللي هو ايه، ان الام تبقى يعني الام تبعت انتي بوديز للبيبي بتاعها ايه وهو في بطنه. ماشي، يبقى دي انتي بوديز هتروح ترانسبلانتلي من المذر للفيتس. فانتي بوديز ار اوس بريزنت ان ذا كولوستروم، كولوستروم ده في الحليب اللبن بتاع الرضاعه بتاع الام. يبقى انا البيبي وهو بينزل وهو في بطن مامته ممكن ايه الانتي بوديز بتاعه الام تروح للايه البيبي، وبرده لما بعد ما يتولد ممكن انتي بوديز اللي في الكولوستروم اللي هو اللبن بتاع الصدر بتاع الام ده بيبقى ايه في كله انتي بوديز، فهو مفيد جدا. ماشي، يبقى كده الانتي بودز اصلا مصدرها ايه، هل البيبي هو اللي عملها؟ لا مش البيبي، الام هي عملتها. تمام، وبتبعتها خلاص.
بادرتش الاميونيتي بروتكت ذا بيبي فور 4 تو 6 مانث اونلي، هتحمي البيبي لمده ايه 4 6 شهور بس، مش هتقدر تحميه اكتر من كده. بعد كده الباسيف ارتفيشال، الباسيف ارتفيشال بقى ده انا هحدد ده ستيشن اوف بري فورمد انتي بوديز، انا هحدد له انتي بوديز واتس جريتست يوز وين ذا النس از اتريبيوتبل تو اكزوتوكسينز ان ساتش كيسز ذا انتي بوديز از كولد انتي توكسيك. انا بقى هحدد له انتي بوديز من بره بس مش جايه له من عند مامته، لا انا اللي هحددها له من بره، انا عاملاها في المعمل او عاملاها في اي حته وحددها له ايه من بره. تمام اهو بيدوا حاجه اسمها انتي توكسينز زي حالات الدفتيريا والتترس والبوتيوليزم، الحاجات دي صراحة يعني مستوى عالي شوية فأنا مش بطبق منكم ايه بتفاصيل يعني، بس اعرفوا كده ايه الفكرة العامة يعني. تمام في السلايد في السلايد دي بقى هنقول كده بس ايه الاميونولوجيكال ريسبونس اللي هو المناعة بتاعة البني ادم لما يخش انفكشن، فهو الريسبونس بتاعه ايه، ردة فعل الايه المناعة بتبقى عاملة ازاي، هي عبارة عن نتيجة الانتروداكشن اوف ان انتيجين في البادي، بيحصل immunological response بسبب introduction of antigen to the body، يعني antigen ده هو الانتيجين اللي موجود على الميكروب يخش الجسم، فالجسم لازم يتفاعل ايه ويرد على ايه على الانتيجين ده. فالانتيجين دي بيقول لك اللي هي اي foreign substance، foreign يعني اجنبي، اي حاجه اجنبيه، اي حاجه مش الجسم مش عارفها، حاجه جديده عليه او حاجه غريبه جايه من بره يبقى بيسموها an antigen، any foreign substance which will introduce into the body لما تدخل الجسم هتفعل هتحفز الاميون ريسبونس، بس تمريت سبيسيفيك اميون ريسبونس ان ذا فورم اوف انتي بودي فورميشن اور سيل ميديتد اميونيتي. الانتيجين از اني سبيسيفيك از اني فورين سبستنس، حاجه غريبه دخلت الجسم فبالتالي الجسم عمل لها صنع لها انتي بوديز او عمل لها حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي. ماشي طيب الاميون ريسبونس بقى ده اللي هو رد فعل الجسم او رد فعل المناعه جهاز المناعه هيبقى ممكن يبقى حاجه نون سبيسيفيك، يعني حاجه كده ايه ملهاش مش مخصصه لحاجه معينه زي الانفلاميشن والفاجوسايتوزس او ايه التهاب. الانفلاميشن ده زي ايه التهاب يعني او كده بيحصل ايه زي التهاب، انفلاميشن او فاجوسايتوزس يعني قلنا الماكروفاجز او الفاجوسايتس بتحوط بتعمل انجولفنج للميكروب فالبروسيس اسمها فاجوسايتوزس. سبيسيفيك او ادابتيف زي بقى ايه اللي هو الهيمورال او السيل ميديتد ده. ماشي اخر سلايد يعني هنا هيديكي فكره عن طبعا موضوع المناعه ده والاميون ريسبونس موضوع كبير جدا ومعقد جدا يعني هو مش عليكم اصلا يعني. ماشي بس هي السلايد دي مش عليكم تفاصيله يعني قصدي ماشي المحاضره بس دي اللي عليكم. السلايد دي بس بيقول لك الخلايا اللي ايه السيلز اللي مسؤوله عن الاميون ريسبونس اللي بتكون اللي بتساهم في الاميون ريسبونس، عندنا حاجه اسمها ماكروفاجز ودول فاجوسيتيك سيلز وعندنا الليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي اما تبقى تي ليمفوسايتس او بي ليمفوسايتس. التي ليمفوسايتس دي بتعمل حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي، يعني اميونيتي مناعه عن طريق الخلايا، يعني الخلايا بتكلم بعضها وبتعمل ايه بتنادي بعضها وبيروحوا ايه يهاجموا الانفكشن. او البي سيلز دول برضو ليمفوسايتس دول بيعملوا حاجه اسمها هيمورال اميونيتي. هيمورال اميونيتي يعني ايه؟ يعني بيطلعوا انتي بوديز. ماشي بيطلعوا انتي بوديز والانتي بوديز تروح ايه تموت الانتيجين اللي هو ايه على الميكروب وتتخلص منه. تمام لكن التي سيلز بتعمل حاجه اسمها ميديتد ايه اميونيتي، مش عارفه تفاصيل اكتر من كده.